ينتقل وعليه ضجة كبيرة جدا جدا جدا، بياخد وقت، بياخد وقت لغاية لما ينسجم مع الفريق. وخدوا بال حضراتكم، انا لما بقول لحضراتكم الكلام ده الناس بتبقى فاكرة انا بقول لحضراتكم الكلام ده بناء على حصل معايا انا. انا كنت بلعب باك رايت وانا منتقل للنادي الاهلي، الناس كانت فاكرة ان انا هاخد الكرة من الجون احطها في الجون التاني، ولكن انا كان عندي مهام معينة خاصة بعملها من قبل المدير الفني، انا او غيري او غيري او لا غيري. لا لا اتفضل. انت جيت على فرقة ما فيهاش الاصابات دي كلها، فيهاش كم الغيابات دي، جيت وانت سوبر ستار، حسين الشحات ده سوبر ستار، لازم يجي على فرقه كامله القوام عشان ابتدي احاسب حسين الشحات او اي صفقه فيها توفيق او عدم توفيق اللي هي جايه. كابتن باهر كان بنتكلم في الموضوع ده، انت جيت على فرقه النهارده النادي مظلومه. اللي انا اقصده نادي حتى رمضان صبحي، رمضان رمضان صبحي مظلوم. انا بس انا انت تيجي انت بتزود الكفه، لا انت انت او غيرك بتزود الكفه. لا حضرتك مش فاهمني، انا قصدي يعني قصدي ان الناس بتبقى منتظره منه، منتظره منه حاجه، هو هياخد الكره من الجون يجيبها جول. لا بس الناس بتتفرج، الناس شايفه ان في غيابات مش ممكنه. شريف عبد المنعم لو نزل الملعب ما مش هلعب لوحدي انا، في غيابات وفي امكانيات موجوده جنب الراجل ده. ده الراجل ده عمل واحده في اول التايم، راح واخد واحد واثنين ومغزل، عايز يلعب. مفيش السبورتنج، مفيش. وليد بيلعب النهارده ومتعور، رمضان الارض دي بالنسبه له اعتقد مش موجوده، اسلام محارب ما شفناهوش الشوط الاولاني خالص، هل التعليمات اللي بالنسبه له هل هي دفاعيه بحته؟ عمرو سليم ما بيتحركش، ده حيالله الراجل كريم نزل الثاني تايم اللي انقذنا، راح بواحده واصر في هو ده لعيب الكوره يا كابتن. اللي بيروح وبيصر، ومحمد هاني تحرر وخلاص بقى، خدوا الحكايه على انها النادي الاهلي، ومش انا محمد هاني بس، مش على نفسي بس، على التيشيرت وعلى كل حاجه، اسمروا وكانوا ممكن يكسبوا اثنين وثلاثه. بس النهارده مش عايز اظلم، زي انا قلت لك النهارده اي حد من صفقات جديده من ده مش لعبهم ولا طبعًا. ده اسلوبهم طبعًا. ولا ديك امكانياتهم اللي احنا بنتفرج فيها على ملعب زي ده. انا اسف ان انا بس قطعت الكباتن، انما انا الحقيقه في صف اللعيبه يعني طبعا كلنا في صف اللعيبه، ان حتى الصفقات الجديده بتحتاج وقت بالظبط عشان تبدا تبان بضاعتها، يبان قماشته، يبان امكانياته. انت شفت رمضان مع اجاي عمل ايه؟ 100 مليون ولا 100 بتاع، بيحتاج وقت برضه. اسلام امام شفته رمضان صبحي مع اجاي بيلعبوا كوره عامله ازاي؟ وبعدين نعمل التشيب لواحد جاي من ورا، بقى في تحركات كمان. يعني انا اسف ان انا بقاطعكم، انما انا شفت شكل موجود هيجي بقى، هو هيجي ليه بس في لعيبه بقى نزلت الملعب. ناصر ماهر نزل، لعيب كوره، الراجل بتاعنا ابننا الصغير في السن على طول النقطه دي، كريم ندفد، ورمضان صبحي صغير في السن برضه. انا بقول لسه ده لسه الراجل اللي عنده كتير قوي، يعني ده عنده كام سنه؟ احنا بنتكلم بقى شريف، قلنا النقطه دي محتاجه وقت يحصل تجانس، يعني نتكلم على حسين الشحات يبدا يفهم محمد هاني العاب الكره في رجليه، واخد بالك؟ حسين الشحات العاب قدامه، ده كلام مظبوط، واخد بالك؟ هو يقدر يعمل اوفرلاب، يقدر يخش جوه نطلع من وراه. الكلام ده كله بيجي بالوقت يا اسلام، يعني حتى يعني علم التدريب يقول لك ايه، حتى المدير الفني مش هيبدا يبان شكله واداءه وخطته واذا كان دفاعيه وهجوميه الا بعد 3-4 مباريات، وبعدين لما يحصل نوع من الثبات، نوع من النتائج بتتحقق بهذا الشكل. يعني الكابتن سيد اتكلم قال لك ان المطلوب من الدوري المجموعات ان انا اجمع النقاط. فانت النهارده الحمد لله 4 احنا يعني فقدنا 3 لكن ربنا عوضنا بنقطه مهمه جدا بالنسبه لنا. الشوط الثاني هو ده اللي احنا اتكلمنا عليه، ان الشوط الاولاني كان متوسط فنيا، لكن الشوط الثاني بدا يبقى فيه التغييرات من بدايه الدقيقه 70 او يمكن من خلال 66 بدا بقى يبقى ليه النادي الاهلي شكل واداء. زي ما احنا قلنا نزل جاي بردك من النوع اللي هو احنا اطمنا عليه، انتوا الثلاثه قلتوا احنا قاعدين دي لعيبه كوره، بدأنا نحس بلمساته اللي هي وحشانه بقى لها فتره. فانا عايز اقول يا شريف ان كل ما بيرجع نجومنا المصابين بيرجعوا للفرقه مره ثانيه بيبدا يتحسن شكل واداء النادي الاهلي. فاحنا عارفين احنا ناخد لنا مباراه واثنين وثلاثه لحد ما يبدا يبان شكل واداء النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. فاحنا باذن الله بنطمن جمهورنا ان النادي الاهلي قادم، ان اداؤه الفني اللي انتوا عايزينه يرتقي من مباراه لمباراه فعلا بيرتقي المباراه لمباراه. النهارده كمان يمكن كابتن اسلام العامل البدني في الشوط الثاني اللي احنا كنا قلقانين منه افضل، بدا يبقى افضل خلال الشوط التالي. فانا عايز اقول ان ثبات الفريق والتجانس وطريقه اللعب اللي بيلعبوا بيها كل ما يبقوا موجودين بشكل اساسي كل ما هيبان حلاوه واداء النادي الاهلي. تمام.
انا برضو عايز اسال حضراتكم قبل بس ما نطلع فاصل. النهارده كان في حاجه غريبه جدا، اي كره بتتحسب علينا اوفسايد ما فيهاش اعاده. لا حاجه غريبه جدا، اصل الناس هنا كتير كانوا بينتقدوا وحاجتهم هم كلها متعاده، يعني برضو كانت حاجه غريبه. الحاجه الوحيده اللي اتعادت هو الهدف التسلل بتاعهم اللي في الاخر، وهو من الاول خلي بالك باين هم بيعدوا نفسهم، ده بيعدوا نفسهم بعدين يشوفوا نفسهم. لكن انت انا متخيل مثلا الكره بتاعت حسين الشحات اللي قطع من ناحيه الشمال لجوه دي مش في حاجه، وبتاعت علي معلول ما انا ما شفتهاش، انا لا اجزم ان هي. بس الحكم نفسه اللي في الدايره، الحكم المباراه انا بعتبره من احسن الحكام الموجودين. لا والاثنين لاين مان الحقيقه برضه، لانه حسب تسلل بس تسلل واضح الحقيقه. الجون الاخير اللي في بعض الماتشات بتمشي، في بعض الماتشات بتمشي، لو عايز يمشيها هيمشيها. لكن اللي انا اقصده ان يجب ان يكون هناك حاجه، يعني ما احنا مش عارفين نشوف الماتش. انت مش عارف تشوف الكره دي تسلل ولا مش تسلل. هو ده بقى دور الاتحاد الافريقي في التعليمات اللي بيديها طبعا للفرق اللي بتلعب على ارضها، حته التصوير عشان تبقى الموضوع فير بالنسبه للناس كلها، وانت برضه تقدر تحكم على الحكم. ده اللي انا بقوله كويس. لازم يبقى في تعليمات. قلبوا اجريسيف موضوع هم اللعيبه بعد ما جابوا جون قلبوا اجريسيف عليك. احنا عارفين، انا عارفين وياخدوا الكره مش عايزين يدوها لك، وابتدت بقى الرؤيه. بص يا شريف، انا عايز اقول حاجه. اسلام، ده وضع طبيعي بالنسبه للجزائر. احنا عارفين الكلام ده كويس قوي، وعادي جدا انك تقعد في الملعب برضه تستنى للتامين عشان تخرج بعديها مثلا بنص ساعه. لا خلي بال حضرتك، مفيش اي مشاكل. بيقول لك الجمهور عمال يحيي ويسقف اللعيبه ومبسوطين هم طبعا، والفرقه بتتحرك للفندق خلاص. يعني انا عايز اتكلم عشان يعني في كذا نقطه كده، بس عايز اقولها من الناحيه الفنيه. من الناحيه الفنيه طيب خلينا نطلع نعمل فاصل، وبعدين نرجع من الفاصل حضرتك تتكلم على النقاط الفنيه في